بموجب هذه التعديلات الدستورية سوف ينتقل مركز الحكم في تركيا من البرلمان إلى رئيس الجمهورية اللي هو حاليا الرئيس المسلم أردوغان. تحول تركيا للنظام الرئاسي هو قضاء مبرم على النظام البرلماني الذي وضعته الماسونية في تركيا يوم الانقلاب على السلطان عبد الحميد. رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس الوزارة، منصب رئيس مجلس الوزراء سيلغى زي النظام الامريكي، يعني شيء شبيه منه. هو مش نظام امريكي وانا ساتي في الحديث، لكن النموذج الاشهر له حال النظام الامريكي هو كان مش نظام امريكي اصلا. استبر قطر تلاقي حزب واحد بيحكم، حتى اسرائيل لما حصل فيها الاضطرابات اسرائيل كانت نظام الحزب الواحد، حزب العمل كان بيحكم وحزب الليكود ويتبادل، فالحكومه مستقره، حكومه حزب واحد بتاعهم في مركز قوة. أنا واللاجئين المسلمين 3 مليون أصبحنا على كف عفو، حكومة ائتلافية معناها كلنا احنا بشكل شخصي انت هتترحل. تركيا على مدار حصل التغيرات والتغلغل، المدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية والأيدي الأجنبية التي تعبت فيه تركيا المسلمة، قسمت الشعب التركي لإسلاميين وعلمانيين وأكراد وقوميين، بقى الشعب تلاقي الحزب الإسلامي يجيب 22%، الحزب العلماني يجيب 22%، حزب الأكراد يجيب مش عارف 13%، حزب مش عارف إيه يجيب كم في المية. بقى الشعب التركي مقسم مشرزم. الشعب التركي المسلم بيدرك ان ده غلط، فيبدا ينتخب الحزب الواحد اللي هي الاخوانه، بقى اللي احنا كنا بنقول الاخوانه يا ريتهم كانوا اخوانه. ده الصح، ولو ما عدتش كده البلد تضيق. حكم يحتاجه الى قوه شعبيه وقوه عسكريه، قوه مسلحه.